بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك سيدي ومولاي أبا عبد الله، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي الأحرار وسيد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليه. في عشية زيارة الأربعين يجدر بنا أن نتوقف لنلاحظ ما الذي يحف بهذه الزيارة، وما الذي سنقبل عليه فيما بعد هذه الزيارة. ولا أقصد بأن حديثي سوف يتركز على زيارة الأربعين، بقدر ما أرى أن الأمة المنتظرة أو قواعد الانتظار تقبل على تمرين كبير للإعراب عن جاهزيتها لنصرة إمام زمانها صلوات الله وسلامه عليه. إذ كما تعرفون وكما ذكرنا أكثر من مرة بأن الظهور يقترن بعاملين أساسيين غير العامل المرتبط بما يقدره الإمام صلوات الله وسلامه عليه في شأن بدء ظهوره وفي شأن تحقيق الفرج بظهوره بأبي وأمي، غير أن هذا الظهور يبقى في مقابل عاملين أساسيين له نمط من أنماط الارتهام، وله نمط من أنماط البحث عن السبب الذي من شأنه أن ينهي الغيبة الكبرى ويتم عبور المرحلة الانتقالية ما بين الغيبة إلى ما بين وما بين إعلان الثورة المهدوية. هذه العوامل هي جاهزية الأمة من جهة، ومن جهة أخرى طبيعة التردي الحاصل في أوضاع قوى الظلم والعدوان. كانت في السابق عملية تقييم قوى الظلم والعدوان محدودة، ولكنها في مثل هذا الزمن أصبحت من السعة بمكان، وأصبحت من الغطرسة والطغيان بمكان، ما يمكن القول بأن ما سبق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أشار إلى أن الأرض ستمتلئ بالظلم والجور كان دقيقا في هذا التعبير، باعتبار أننا لو كنا ننظر إلى الأمر بالعنوان التاريخي، الأمويون سيطروا، ويمكن أن يقال بأن الأرض التي استولوا عليها كان الظلم سمة من سماتها، لكن أن نتحدث عن أن الأرض كل الأرض تملأ بالظلم والجور
هذا الأمر لم يتحقق إلا خلال الأزمان الأخيرة، وبدأ يعرب عن نفسه بصلافة أكثر وبقباحة أكثر خلال السنوات الأخيرة باعتبار الغطرسة الأمريكية التي حاولت أن تملي على الآخرين أفعالهم، تحدد حركتهم، تنظم طبيعة اقتصادياتهم وفقا لمقاساتها ووفقا لمصالحهم. ولذلك هنا أعتقد أننا بمعية أن نراقب ماذا يوجد في ساحتنا من معطيات للإعراب عن جاهزية الأمة المنتظرة إلى إمام زمانها، أيضا علينا أن نراقب ما الذي يجري في الجانب الآخر، إذ حققوا شرط اندحارهم الأساسي، وأعني بذلك أنهم ملأوا الأرض ظلما وجورا. وحديث الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بأن الأرض ستنتقل من بعد امتلائها بالظلم والجور، ستنتقل إلى القسط والعدل، لن يتأتى بصورة اعتباطية، وإنما لابد من البحث عن الأسباب الموضوعية التي تؤدي إلى عنصر الانتقال هذا. وفي هذا المجال لابد للمنتظرين، للقواعد المنتظرة، القواعد الممهدة، أن يراقبوا كيفية اقتناص الفرص واقتناص اللحظات المهمة لإيجاد بقعة نفوذ جديدة ولإيجاد سطوة جديدة على المعسكر الظالم أو على معسكرات الجور. نحن في مثل هذه الفترة يمكن أن نقول بأن الأسبوع الماضي شهد العديد من الحراكات التي تتميز بأنها لها خطورتها الخاصة، سيما تلك التي تتعلق بالنار التي لا يقوم لها شيء. وهنا أجد نفسي مضطراً إلى توضيح ربما بدا تافهاً، ولكن للأسف الشديد أنا حينما أتحدث عن الروايات هناك من يلتقط الحديث عن الروايات يتصور أننا نتحدث عن روايات شارلز ديكنز أو نتحدث عن الروايات بمعنى القصص لا بمعنى الأحاديث الشريفة وما إلى ذلك. الكثير من الأحيان تأتيني تعليقات تقول بأنك تتحدث عن هذه الروايات، نحن قرأنا كل الروايات لفلان 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 ما وجدنا هذه الأحاديث، وهل يعتبر أن هذه الروايات تتحدث عن المستقبل وأنت الآن تتحدث عن المستقبل وما إلى ذلك؟ طبعا وإن كان تافها لكن علينا أن نتعامل مع كل الذين يستمعون بمقدار ما نتمكن من إيصال الفكرة لهم. في رواياتنا حينما أشير إلى النار التي لا يقوم لها شيء، بشكل طبيعي علينا أن نستمر، هل أن هذه النار التي شخصنا أنها هي تلك النار التي انطلقت من جزيرة القرم وهي من أذربيجان السابقة إلى بلاد الخزر اللي هي أوكرانيا، هل أن هذه النار لا زالت هي التي تبدي هذه الصفة بأنها لا يقوم لها شيء، أو أن ما تحدثنا عنه إنما كان استباق للحدث واستباق لتكامل الصورة، وبالنتيجة هذه الصورة ما عادت لتسمح بأن نقول بأن هذا الحدث هو نفس العلامة التي أشير إليها في تلك الرواية أو في هذه الرواية. وفي هذا المجال يمكن لنا أن نسجل بحالة الفزع التي أصابت التقييمات الغربية نتيجة لفشل الهجوم الأوكراني المترقب، والذي قيل بأن أوكرانيا ستستطيع أن تحطم الروس، وبالنتيجة هذه الغمة التي سيطرت على أوروبا يمكن لها أن تنتهي وما إلى ذلك. لكن بعد أن حاولوا أن يدججوا
الأوكرانيين بمختلف أنواع الأسلحة وما إلى ذلك، جاء الهجوم مخيباً للآمال بشكل كبير جداً، محبطاً. والسؤال البديهي الذي يجب أن يطرح في هذا المجال، إذا كانوا قد دعموا أوكرانيا من أجل أن تقف في قبال الروس، ماذا سيحصل حينما فشلت أوكرانيا في الوقوف في قبال الروس؟ الروس خلال هذه الفترة أخذوا من الفرص وسجلوا في فاتورتهم من الأمور التي من شأنها أن تجعل معاقبتهم إلى الأوكرانيين أكبر بكثير مما سبق لهم أن أعلنوا. يعني طبيعة شروط المعركة ونتائج المعركة أعطتهم مجالاً للتوسع بعنوان الانتقام للحدث الفلاني، للحادثة الفلانية، تأديب على القضية الفلانية وأمثال هذا الأمر. في هذا الوقت حينما يفشل الأوكرانيون والسلاح الغربي يبرز فشلاً هو الآخر، والروسي لا زال رابضاً في مكانه لم يتزحزح، هنا سؤال: هل أن أمريكا ستبقى تشعر بأنها في معركة وجود، أم أنها مجرد معركة تكتيكية يمكن أن تطوى مع الأيام وتنتهي مخاطرها؟ والأهم من ذلك، هل أن أوروبا ستعتبر نفسها بأنها أنقذت نفسها من الخطر الوجودي الروسي، أم أن الأمر أمام أعينهم قد أصبح قاتماً أكثر من السابق، وعلينا أن نفكر ما هي الخطوة اللاحقة التي سيتخذونها؟ من راقب المشهد خلال هذه الأيام فيما يتعلق بمنطقة بولندا ومنطقة بيلاروسيا ومنطقة دول البلطيق اللي هي إستونيا ولاتفيا ومولدافيا، هذه الدول دفعة واحدة رأينا أن الأمريكيين، البريطانيين، الفرنسيين، الألمان يقررون أو يطلبون من رعاياهم الخروج من بيلاروسيا بشكل سريع جداً. ما الذي سيجري؟ لم يصدف أنهم في يوم من الأيام قرروا قراراً بالخروج على الفور من هذه المنطقة إلا لوجود قصة قادمة خلال الأيام المقبلة، وعلينا أن نتوقع ما هي القصة التي تحصل في هذا المجال. سبق أن أشرت إلى أن بيلاروسيا أصبحت الآن أكثر قدرة على التحرش في الطرف الآخر، حينما تم تزريق مجموعة قوات فاغنر في داخل بيلاروسيا، وما اضطر البولنديون إلى الإعلان عن 100,000 مقاتل حشدوهم في تلك المناطق قرب بيلاروسيا. في السابق سبق إلي أن أشرت إلى أن الخطر الداهم على الأوروبيين لو أن الأحداث وصلت إلى بولندا. بولندا حينما تدخل في أي قصة من هذه القصص ستعني أن الجدار الأوروبي هو الذي دخل، وبالنتيجة أي اختراق لهذه الدولة من أي جهة سوف يؤدي إلى أن يتضعضع الوضع الأوروبي بشكل كبير جدا. ما سنحصل عليه من خلال هذه الإطلالة السريعة هي أن الأوروبيين حينما فشلوا في الوقوف مع الأوكرانيين من أجل أن يكون الأوكران هم الحائط الذي يصدون به التقدم الروسي أو الخطر الروسي، ما يحصل هنا أن هذا الحائط بدأ ينهار وبدأ بأنه بلا أفق لهم. إذن هم أمام معضلة بأن وجودهم أصبح مهدداً أكثر من السابق، وكونه أن يكون مهدداً أكثر من السابق علينا أن نتساءل: هل أنهم سيحصنون أنفسهم أم أنهم سيتركون الأمور على عواهنها ولتأتي السفن بأي شراع جاءت به؟ لكن الشيء الحقيقي هو أنهم لا يمكن لهم إلا أن يتورطوا أكثر من السابق. هذه القصة، تورط أكثر من السابق لأنهم مجبرون عليه، يجب أن ننظر إليها من عين من قرر بأن هذه النار
لا يقوم لها شيء، أي أننا أمام حطب جديد، أمام وقود جديد لمعركة اندلعت وقد احتار العالم ولما يزل بأنه لا يجد سبيلا للوقوف أمام هذه النار. بطبيعة الحال بولندا لها مطامع جدية في أوكرانيا، خصوصا في غرب أوكرانيا، ولم يحصل أنها أخفت هذه المطامع، لم يحصل أنها قالت أننا لا نريد شيء. منذ البداية قالت بأن عينها على لفيف وأمثال هذه المناطق الاستراتيجية بالنسبة إلى بولندا. ولا شك ولا ريب أن الأوروبيين حينما دفعوا هذه الأسلحة بهذه الموازنات الكبيرة يريدون ثمنا، ونفس بولندا حينما دفعت إلى الأوكران مقدارا كبيرا من الأسلحة التي قاتلت بها، يعني كل السلاح الروسي اللي موجود عند البولنديين تم إعطائه إلى الأوكران، وقد وعدت بولندا بأنها ستحصل في المقابل على سلاح أمريكي. لكن الذي يتبدى الآن أن نفس البولنديين يشعرون بأن وجودهم على خطر، يعني هم ساعدوا الأوكران وبالنتيجة عليهم أن لا ينتظروا من الروس أن لا يتحرشوا بهم وأن لا يدفعونهم الأثمان المطلوبة نتيجة لوقوفهم مع الأوكرانيين. قصة الأوكرانيين يمكن أن القول عنها بأنها قصة وقت ليس إلا، لكن هذا الوقت أي وقت نتحدث عنه؟ هذا الوقت فيه المزايا التالية: المزية الأولى أن العالم على موعد في الشهر التاسع، وسبق لي أن أشرت إلى ذلك أكثر من مرة، على موعد في الشهر التاسع مع الركود الاقتصادي العالمي، يعني كلهم منذ البداية حددوا أنه إن استمرت الأوضاع بهذه الطريقة سوف يتم انهيار وضع الاقتصاد ويتحول إلى ركود كبير جدا. هذا أولا، وتعرفون أن هذه الدول هي عايشة من أجل الوضع الاقتصادي، إذا فقدت هذا الامتياز وتحولت صادراتها ووارداتها إلى الأشلاء في المخازن أو ما إلى ذلك، هذا الأمر سوف يعرب عن محاولات لفك الخناق، ولا يوجد في الركودات الاقتصادية فك للخناق إلا الحروب. يعني من يصير ركود اقتصادي هؤلاء لا يفكرون بمدة زمانية طويلة لتفكيك عقد الاقتصاد وركوده، وبالنتيجة حتى يصنع ستكون الحرب هي المدخل إلى تفكيك مثل هذا الركود. الثاني أن المدة الفاصلة إلى موعد السنة الأخيرة الانتخابية في أمريكا لم يتبقى لها إلا 4 أشهر أو 5 أشهر. يعني بالعادة الرؤساء الأمريكيين في سنتهم الانتخابية الأخيرة لا توجد لديهم قرارات خطيرة على المستوى الخارجي، يمكن أن تكون لهم قرارات على المستوى الداخلي، ولكن القرارات على المستوى الخارجي سوف تنحسر وكأن أمريكا لا وجود لها. الأمر الثالث أن هناك معضلة بدأت تتعاظم شيئا فشيئا، العالم كان قد غفل عنها والآن تفتحت العيون بشكل كبير وقلق جدا مما يجري في أفريقيا. أفريقيا قد ينظر لها بعنوانها دول فقيرة وما إلى ذلك، بلى هذه الدول فقيرة في شعوبها ولكنها غنية بشكل هائل نتيجة لإمساكها بالمناجم التي تزود الصناعات الأوروبية والاقتصادات الأوروبية بالمواد الأساسية الأولى لها. بمعنى أن أفريقيا لو التهبت فيها الحروب أو أن الشركات التي كانت تسيطر على هذه الدول تم إقصاؤها وإبعادها، عندئذ ستجد هذه الدول بأنها في ضرر استراتيجي كبير. الذهب، اليورانيوم، النفط،
كل هذه الأمور اللي تدخل عادة في الصناعات الدقيقة جدا. الألماس بقية القضايا يعني معروف عن إفريقيا بأنها مخزن العالم بالنسبة إلى المواد الأولية في كل الصناعات الأوروبية. ولابد من أن أشير إلى هذه القضية أن الأوروبيين سبق لهم أن تقاسموا حصصهم في إفريقيا، الدولة الفلانية إلى الإيطاليين، الدولة الفلانية إلى البلجيكيين، إلى الفرنسيين، إلى الإنجليز وما إلى ذلك. وزعت، خرجت هذه الدول كاستعمار، ولكن استعمارها بقي بسيطرة الشركات التابعة إلى الدول المستعمرة على اقتصاديات الأساسية في هذه الدول. حينما تدخل إفريقيا على خط المواجهة مع الغربيين بالطريقة التي دخلت في بوركينا فاسو، في مالي، في النيجر وفي دول متعددة، بدأت تتحدث هذه الدول عن اشتراطات جديدة لم تكن في السابق موجودة. الآن يستهزئون ويتحدون في قضية المثلية، في قضية الأدوية، في قضايا متعددة، ويعبرون عن ازدراء للوضع الغربي، مع أنهم في السابق لم يكونوا ليتجرؤوا أن يتحدثوا بحرف واحدة. هذا الأمر إذا انتهينا إلى هذه القضية ورأينا أن أفريقيا بمجرد ما بدأت تتململ، رأينا الخارطة وإذا مجموعة فاغنر تسيطر ولها امتدادات كبيرة في العديد من الدول التي لم تصل الآن حالتها إلى الحالة التي وصلت إليها النيجر. دفعة واحدة رأينا أن الأفارقة لديهم إرادة في التحدي، ولديهم إرادة في كشف عوار ما يجري في داخلها مع هذه الدول. فرنسا التي كانت تصول وتجول في أفريقيا باعتبار أن إرثها كان كبيرا فيه، وإذا بها تجد أنها محرومة من واحد من أهم الدول، قد تنبري لقتال، قد تنبري إلى هجومات جوية أو ما إلى ذلك، ولكن لا شك ولا ريب أن أي شيء من هذا القبيل ما عاد يقابل مثل ما كان يقابل قبل سنوات. اليوم من أكو معركة وجود في أوروبا، لا نفترض أن المتعاركين أو المتحاربين في أوروبا بمجرد أن تنشب معارك في فرنسا سيقولون بأنه لا علينا إحنا ما أن ندخل، وإنما ستكون ساحة مواجهة جديدة. وربما الأحداث تؤكد بأن الأفريقيين مع الأوروبيين سينحدرون في حرب كبيرة، أو أنهم سيتعرضون إلى عقوبات كبيرة جدا إن أدت إلى جوع كبير، فقد حدثتنا الروايات عن انتشار الجوع في العالم، وإن أدت إلى مقتلة كبيرة حدثتنا الروايات عن مقتلة كبيرة، وإن أدت إلى تداعي وانحسار في وضع القوى الكبرى الروايات هي الأخرى حدثتنا عن أن هذه القوة العظيمة لدى المتغطرسين ولدى الاستكبار ولدى الطواغيت سوف تذوب شيئا فشيئا وتتحلل. والآن نجد أن واحدة من العوامل الموضوعية التي تنبئنا عن انحسار هذه القوى بدأ يتحقق أمام أعيننا، ما بالك لو أن هذا الأمر يحصل في الوقت الذي تنشغل فيه الدول الكبرى بأزمة تكاد أن تكون خانقة، وهي تتقدم يوما من بعد الآخر في اشتعال أوارها وفي زيادة الألغام الموضوعة في هذا المجال، وأعني بذلك الحرب والأزمة الموجودة في المحيط الهادي والمحيط الهندي. عند ذلك لو أننا أردنا أن ننظر إلى رواية هلاك ثلثي الناس، لو وضعنا هذه المنطقة بمعية أفريقيا سنجد أن الركام البشري الذي يمكن أن يوصل الأمور إلى هلاك لثلثي الناس يمكن أن يحصل مع وجود انزلاق للحرب الكبرى في هذه الدول أيضا. إذا
يمكن لي أن أقول أنه إحنا خلال سنوات لم نأتي على أفريقيا، لم نأتي على ذكر أفريقيا أبدا في قصة المعادلات في علامات الظهور، لكن اليوم تبدو لنا أفريقيا بطريقة مختلفة عما كانت تبدو في السابق. وهنا ألفت النظر إلى مسألة منهجية في قراءة العلامات وفي كيفية تحليلها. العلامات إحنا حينما نقرأها كلما ازدادت لدينا المعطيات كلما أصبحنا قادرين على تحليل أفضل. والسبب اللي خلى بعض التميز في ملاحقتنا للأحداث أنه إحنا ما اكتفينا بالنظر إلى العلامات من خلال وجهة واحدة، وإنما تطرقنا إلى موارد متعددة أعطتناها العلوم الاجتماعية تارة، العلوم الاقتصادية، علوم السياسة، علوم الأمن وما إلى ذلك، أعطتنا قدرة على التعامل مع حدث في رؤيته من كل زوايا هذه العلوم. لكن مع كل هذه الأحوال يمكن للأحداث حينما تتطور أن تعطينا معطيات أوضح من السابق، كانت مجهولة ولما تطورت الأمور بدأت الأحداث تتحرك. وهذا الأمر أشير إليه في روايات أهل البيت، يعني حينما يتحدث المتحدث عن أن الأمر الفلاني في الآية الفلانية أو في الرواية الفلانية كيف يمكن لنا أن نفسره، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه بما مؤداه أن هذه لم يأتي تفسيرها بعد، أي أننا ننتظر تطورات الأحداث لتكشف لنا عن معطيات جديدة. لذلك الآن الحديث عن أفريقيا إذا بدأ يأخذ منحى جديدا ويعطى انتباها جديدا فلأنها قادرة على أن تلعب دورا في أي معركة وجودية ما بين الأطراف المتصارعة في النار التي لا يقوم لها شيء. يمكن لها أن تلعب دور الوقود المستمر، يمكن لها أن تلعب دور الهاجس المقلق إلى الآخرين. الآن قل للأوروبيين بأن الألماس لن يرد إليكم، عند ذلك الصناعات التي يتوقف وجودها على الألماس كلها يفترض أن تكون في معرض الخطر. وهنا نحن نتحدث عن مليارات هائلة من الدولارات، ماذا لو أضفنا اليورانيوم، ماذا لو أضفنا بقية المعادن الزاخرة في هذه البلدان؟ لك أن تعلم بأن القصة ليست مجرد انقلاب عسكري حصل في الدولة الفلانية، وإنما تهديد وجودي لصناعات قد تنجر إلى ليس إلى عشرات المليارات وإنما إلى مئات المليارات من الدولارات اللي يمكن إلها أن تكون مهددة. وبالنتيجة ماذا سيحصل مع الركود الاقتصادي؟ أنا أعتقد أن الصورة أصبحت أكثر وضوحا من السابق. في هذا المجال أيضا اجتماع دول البريكس، هسه الدول تجتمع فيما بيناتها مو فت قصة يعني كبيرة، لكن وجود مسعى في داخل هذه الدول للإطاحة بهيمنة الدولار. هيمنة الدولار قصة ليست سهلة، ويمكن لها أن تحدث حروبا مضنية في هذا العالم. السبب أمريكا كل هذه الفترة مسيطرة على العالم مو نتيجة لذهبها، وإنما هي نهبت العالم بقصة اسمها الدولار. منذ عهد نيكسون قرر الأمريكيون أن يطبعوا الدولار بلا غطاء من الذهب، يعني كل هذه الدولارات الآن الموجودة في العالم هي عبارة عن ورقة طبعت ما بها أي غطاء، ما وراها أي قيمة مالية نقدية يمكن أن تكون ضمانة. وبالنتيجة كل ما احتاجت أمريكا لنهب العالم طبعت كمية كبيرة من الدولارات، عاقبت هذا عاقبت ذات لمحاصرتهم لشراء المزيد من هذا الدولار وأخذه. ماذا لو أن دول البريكس اللي هي الآن قد انضمت إليها قوى اقتصادية كبيرة جدا ومهمة للغاية، ماذا لو حصل أن هؤلاء بدأوا يفرضون عملة مطمئنة؟ العملة المطمئنة في نظر العالم
هي الورقة التي تطبع والذي يوضع في خزانة هذه الورقة قيمتها من الذهب. هذه المعادلة اللي أشار إليها أول مرة الإمام الباقر عليه السلام، وهو يعود إليه تأريخ العملة النقدية المطمئنة والمضمونة حينما أشار إلى الأمويين بأن يضعوا في قبال كل سكة مقدارها ذهب. مشى عليها العالم وأصبحت تسمى بالعملة الآمنة أو العملة المطمئنة. الآن الدولار شنو وضعه؟ يسمى بالعملة غير الآمنة وغير المطمئنة، باعتبار أن في عهد نيكسون وصل القوم إلى درجة من الغطرسة بأنه إحنا كلمتنا كافية، عندنا قوتنا اللي نفرضها على الآخرين، وبالنتيجة الدولار نيمشي وعينك عينك مشوه بتواطؤ من البنك الدولي، بتواطؤ من صندوق النقد الدولي وحلفائهم الأوروبيين وما إلى ذلك. لكن هذه الدول اللي الآن ربما تمثل 31% من الناتج العالمي، هذه الدول اللي يسموها مجموعة البريكس بانضمام السعودية، الإمارات، إيران وأمثال هذه الدول بانضمامهم إليهم، يمكن أن نجد قطبا اقتصاديا جديدا قد بدأ يشق الطريق في قبال هيمنة الدولار. متى هذا الأمر حصل؟ حصل في الوقت الذي يبدو العالم قريبا جدا من قصة الحرب الوجودية. الحرب الوجودية شنو المقصود بها؟ شفتوا أنهم بيلاروسيا مباشرة ذكرت أي واحد يهاجمنا راح نستخدم النووي التكتيكي، ما تحدثوا عن أنه راح ندافع مثل ما دافعوا الآخرين جابوا دبابات، لا، ذولا مباشرة طرحوا القضية النووية في هذا المجال. قبلهم كوريا الشمالية أيضا طرحت القضية النووية. ما يهمني هنا أن كلمة استخدام السلاح النووي أصبحت أكثر رواجا، وقيادات الحروب أصبحت تستخدم هذه الكلمة بقليل من الهيبة اللي كانت موجودة في السابق، ما يعني أن أوروبا حينما تحاصر هذه المحاصرة، وأنا أعتقد أن أوروبا الآن ما بين فكين، فك الأول فك الأمريكي واللي جاي يدفعها باتجاه الإفلاس الكبير، وأمريكا معروفة بأن لها ثأرها الخاص من الألمان ومن القوى الاقتصادية الكبيرة في داخل أوروبا، سيما أن عملتهم تعد من العملات الآمنة، يعني اليورو أو عملاتهم المحلية تعتبر من العملات اللي توجد في قبالها حصتها من الذهب. لكن أمريكا خلال هذه الفترة هددتهم، وتذكرون تهديدات ترامب وما إلى ذلك بأنه إذا تريدون أمن إحنا راح نطلع، إذا تريدون أمن دفعوا، إما أن يتجهون إلى الدفع وإما أن يتجهون إلى الحرب. في كل الأحوال لو قدر أنه الانتخابات الحالية خسرها هؤلاء وجاء حزب ترامب اللي يتحدث عن الانكفاء في داخل أمريكا لتقوية الاقتصاد الأمريكي، واللي يريد يستدعينا لأمن العالم عليه أن يدفعنا، شفتوا اللهجة اللي سووها ويا السعوديين ويا الخليجيين، وفضلا عن الأوروبيين فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الألمان، بل حتى البريطانيا أيضا خاطبهم بنفس ادفع نجي، ما تدفعها ما نجي. طبعا هذه الكلمات في بدايتها سهلة، لكن ماذا بشأن القيم التي ستنفذ من المخازن، من مخازن الأموال؟ شيئا فشيئا تتحول القضية إلى أن ما كان يحتمل بأنه تهديد وجودي أصبح التهديد قائما، ويمكن أن ينفذه أي طرف من الأطراف. ما أراك تحليل بأن الرواية الشريفة التي تحدثت عن النار التي لا يقوم لها شيء لا زالت تتعزز في كل يوم بمعطيات جديدة، ولا زال العالم يبدي عجزا وحالة من حالات اليأس بإمكانية أن يتم معالجة هذه النار؟ هذا أولا. الأمر الآخر أن التهديدات الوجودية لدول كثيرة
أصبحت قائمة. يعني روسيا تتحدث عن وجود تهديد وجودي لها، الأوروبيين يتحدثون عن تهديد وجودي لهم، الأوكران يتحدثون عن تهديد وجودي لهم، الصينيين يتحدثون عن تهديد وجودي لهم، التايوانيين يتحدثون عن تهديد وجودي، اليابان تتحدث عن تهديد وجودي، استراليا تتحدث عن تهديد وجودي. يمكن القول بأنه لم يحصل خلال، على أقل التقادير خلال 100 سنة التي انصرمت، لم يحصل أن وصل العالم إلى إحساس داخلي في أوضاعهم بأن المخاطر الوجودية أصبحت أكثر من المرتكزات الوجودية. وعلينا أن نتوقع بأن هؤلاء قد أصبحت أياديهم أقرب إلى زر التفجير وأقرب إلى زر الحروب منه إلى العمل الدبلوماسي والعمل السياسي وما إلى ذلك، خاصة وأن المواثيق، المعاهدات، الاتفاقيات تهشمت شيئا فشيئا، والأمريكيين ارتكبوا خطيئة كبيرة جدا في هذه المسألة حينما أبدوا أكثر من مرة عدم احترامهم للاتفاقيات والمعاهدات وما إلى ذلك. بناء عليه إذا كانت المخاطر الوجودية تعرب عن نفسها خلال هذه الفترة، والمخاطر الاقتصادية هي الأخرى تعرب عن نفسها خلال هذه الفترة، والوقيعة الروسية بالأوروبيين اللي خلتهم يستنزفون في مخازنهم، يستنزفون في أسلحتهم، وبالنتيجة الروسي معروف عنه، الروسي قد يكون فقير في ليقرأ تاريخ الروس في الحرب العالمية الأولى، في الحرب العالمية الثانية ربما كانت روسيا هي الأكثر فقرا من كل هذه الدول، ولكنها انتصرت في النهاية. لديهم قدرتهم على الصبر تختلف عن حالة الرفاهية اللي عاشتها دول أوروبا واللي انعكست على وجود الميوعة في داخل شبابهم وعلى وجود حالة الترهل في الإرادة المعبرة عن الانتماء إلى الوطن وما إلى ذلك. واحدة من سخريات الزمن خلال هذه الفترة، ماذا سخريات هذه الحضارة، ربما المقطع الفيديو اللي نشرته واللي يبدو أنه أكو نماذج كثيرة خلال هذه الفترة في داخل أوروبا أطلقت صيحات من هذا القبيل. أنا نشرت قبل أيام مقطع فيديو لبنت تتحدث عن أنها اشتكت على أبويها من رادوا يجيبوني ما شاوروا وياي ولا أرسلوا لي إشارة إلى أنه تقبلين تنولدين لو ما تقبلين. يبدو الموضوع فكاهية، ولكن تبين أن الأمر، أو خليني أقول وحدة مجنونة وتتحدث عن بهذه الطريقة. ولكن بعد ذلك عرفنا أنه هذه أكو تيارات كثيرة تدفع بهذا الاتجاه. شنو جابونا؟ ليش جابونا للدنيا؟ لا استشارونا، لا أخذوا رأينا، لا حددونا خيارات نجي لو ما نجي وما إلى ذلك. بهذا المستوى من الميوعة الفكرية والميوعة السلوكية إلك أن تتأمل هذول شلون راح يحاربون، بيا طريقة راح يحاربون. طبعا أوروبا البلد بلد العجائز، يعني اللي يعرف البلدان الأوروبية يعرف أنه كل هذه الفترة اعتمدوا على العناصر المهاجرة لهم من بلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، أما أبناء الدول نفسها فهي في الغالب بأعمار العجائز، ويفتخرون أنه إحنا عندنا أكبر نسبة من رعاية العجائز. جيد، لكن وقت اللي يصير الحروب هذا المهاجر عود يحارب نيابة عنك مثلا على الطريقة اللي كانوا مثلا الفرنسيين يحاربون. الفرنسيين في الحرب العالمية الثانية بمجرد أن اقترب هتلر من عندهم حفاظا على ملاهي باريس، ملاهي باريس وغانيات باريس، قدموا باريس إلى بعنوان تعال تفضل أخذها بس المهم قليها سالمة. ذولا في ذاك الوقت اللي الشعور المشاعر الوطنية كانت متوقدة، أما اليوم الناس من اكتشفت فساد السياسة وفساد السياسيين وفساد الاقتصاد وهيمنة الشركات على قوتهم وما إلى ذلك، هذا كله بعد الإحساس الوطني تلاشى إلى حد كبير. وربما الصورة اللي يعطونا إياها
الصهاينة خلال هذه الفترة من عدم رغبتهم في الدفاع أو رغبتهم متزايدة في البعد عن الكيان الزائل، عن الكيان المغتصب والرجوع إلى جنسياتهم السابقة. كل هذا يعطينا صورة عن أن هذه الدول تترنح. ولما تترنح هنا يأتي السؤال المهم جدا، لأن هذا الترنح بالنتيجة سيفضي إلى من سيأتي ليقتنص الفرصة من جميع هؤلاء ويأخذ، مثل ما شفنا في أفلام الفيديو كثيرة تتحدث عن أن غزالتين تتصارعان فيما بينهما، يأتي النمر، يأتي الأسد، يأتي الضبع، يعوفهم يتعاركون وهو يأخذ أحد الفرائس والثاني يبقى يتعارك ويا الفريسة، ما يتعارك ويا النمر اللي جاي أو الفهد اللي جاي أو ما إلى. الصورة الآن مع الحفاظ على الفارق تبدو بأنها بهذه الأوضاع. في واقع الحال هناك كثير من المترصدين، كثير من المترقبين، كثير من قناصي الفرص اللي ينتظرون أن الأمر من يوقعون ذولا إحنا نروح نأخذ، لكن هذولا شو وقت؟ هذولا بأن الفريسة تكاد أن تنتهي مع كثرة الصيادين، اللي يدخل في معركة اقتناص الفرص سيدفع هو الآخر الثمن من خلال الصيادين الآخرين. ما يمكن إلي أن أطمئن بأن مسار هذه الدول متجه إلى صراع بيني، سواء كان صراع جماعي ما بين متحالفين أو صراع هذه الدولة مع تلك الدولة، والأمور أصبحت ناضجة إلى حد كبير جدا. ويمكن إلي أن ألفت الانتباه اللي كانوا ما يتوقعون أن أوروبا يمكن أن تخوض حروب، أعلنا أن نتساءل لما نشوف الإنذار الأمريكي للأمريكيين، الإنذار الفرنسي للفرنسيين، الإنذار البريطاني، الإنذار الألماني للألمان الموجودين في بيلاروسيا وطلعوا ساعة قبل. قد تفسر بأنه هذا ضمن الحرب الدعائية ولإشعار البيلاروسيين في أن لا يتقدمون ولا يتهورون في قصة مجموعة فاغنر وما إلى ذلك. طبعا لا بد من أن ألفت الانتباه، خب قتل قائد فاغنر وما راح تتغير المعادلة، قواته موجودة في أفريقيا، قواته موجودة في بيلاروسيا، قواته موجودة في روسيا وفي الجبهة المقابلة إلى أعداء روسيا، وبالنتيجة قتل القائد وجودا وعدما صار ما صار تحصل دائما في الحروب، مو قصة كبيرة. منو اللي قتلهم مو مهم، بس الأمريكيين بشكل سريع على طريقتهم هم بوقت اللي يعجبهم شيء يسارعون، بوقت اللي ما يعجبهم شيء يغلسون. من صار تفجير أنابيب الغاز لحد يومك هذا يقولون بعد التحقيقات ما انتهت إلى نتيجة، ما عرفنا من الفاعل والقضية بعدها شائكة وغامضة. بس انقتل فاغنر طلع بايدن يقول قائد فاغنر طلع بايدن يقول أنا ما أستغرب إذا بوتين هو اللي دفع باتجاه قتله. ومباشرة اشتغلت الدعاية الغربية بأنه بوتين هو اللي قتل. هسه هو قتل مو هو قتل، على أي حال هذه البلدان أمامها معضلات شائكة جدا، ويمكن القول بأن قواهم ما عادت كما هي في السابق، ويحتاجون إلى دورة كبيرة من الاقتصاد ومن إعادة تدوير مسائل الأمن وما إلى ذلك حتى يعودون إلى سابق عهدهم، هذا إن لم يكن لديهم منتصر. أما لو أن لديهم منتصرا يمكن أن تتكرر المعادلة على نفس الطريقة اللي حصلت مع الأمريكيين. الأمريكيين من اجتهم القوة؟ الأمريكيين خلوا الآخرين يتحاربون فيما بيناتهم، التهوا في اللحظات الأخيرة للمعارك بسرقة العقول وإجبار العقول الألمانية على الهجرة إلى أو اختطافهم، سرقة المتاحف، سرقة البنوك، سرق يعني أكبر غنيمة حصلوا عليهم الأمريكيين. بقوا الألمان يتقاتلون، بقوا الروس يتقاتلون، الفرنسيين بقوا يتقاتلون، لكن الجماعة جوا بالضبط مثل الضباع اللي بقت تنتظر
يقاتلون من جهة، لكن دورياتهم ومجاميعهم لجمع الخردة إذا صح التعبير كانت هي الأصل في دخولهم إلى هذه المعارك. هذا في الوقت، كل هذا الحديث في الوقت اللي يتأهب أو تتأهب القواعد المنتظرة إلى إجراء جديد لاختبار جاهزيته. قد تستغربون منا حرب عالمية وأسلحة ونتحدث عن إمكان السلاح النووي، وانتم مرجعين إلى زيارة الأربعين، وش راح يصير بزيارة الأربعين؟ نعم، إحنا نرجع إلى زيارة الأربعين باعتبارها عنصر وجودي، باعتبارها أحد مرتكزات وجودنا الآن، بدأت تمدنا بالقوة، تمدنا بكل السجايا التي من شأنها أن تعد للإمام المنتظر بأبي وأمي الاحتياج الذي يريده في الأمة التي تبدي جاهزية. في إطار المقاومة المسلحة أبدى الشيعة خلال هذه الفترة تطورا كبيرا جدا في العراق، في إيران، في لبنان، والآن العدو هو الذي يتحدث، مو إحنا اللي جاي نتحدث ولا الشيعة هم في أي مكان جاي، العدو نفسه هو جاي يتحدث. وآخر الحديث اللي قبل يومين، يعني حينما أضاف الإيرانيون نمطا جديدا من الصواريخ إلى منظومتهم، الإسرائيليون مباشرة تحدثوا عن قضية أنه هذا إضافة إلى ما كان لديهم من ذروة التفوق، يعني يتحدثون عن ذروة التفوق، وإذا بهم أضافوا إلى تلك الذروة، الذروة اللي هي القمة، أضافوا إليها سلاحا جديدا يتسم بالنمط الاستراتيجي. ما استمر الشيعة يبنون هذا الأمر، ويمكن أن نقول هذا الأمر يجري في الوقت اللي يبدي الطرف المنافس الإقليمي أو المحلي الكثير من حالة التهاوي وحالة الترهل وحالة العزوف عن المنافسة الجادة في هذا المجال. الصهاينة يتحدثون عن أن أمورهم أصعب بكثير من السابق، بعضهم يفكر بضرورة أن يأتي الأمريكيون لنجدة الصهاينة وما إلى ذلك. عند ذلك يمكن أن نتصور علامة مارقة الروم وكيف أنها ستأتي، ولماذا أنها ستأتي للنزول في الرملة وما إلى ذلك. لكن زيارة الأربعين بما تبدي من حالة صهر التشيع في بوتقة واحدة، المستعمر والظروف السياسية والظروف الاجتماعية بضعتنا إلى أشلاء متعددة في السابق، لكن الآن الحسين يعيدنا إلى أن نكون أمة واحدة تتعاون فيما بينها، تتراحم فيما بينها، تنفق على بعضها البعض، حالة الإيثار من أوضح واضحاتها. وهنا لدينا تمرين، هذا التمرين يتربى فيه الطفل كما يتربى فيه المقاتل الشديد المراس، يعني الإرادات الضعيفة تتربى وتتقوى وتتعزز إرادة الأقوياء في داخل القواعد المنتظرة. لذلك هنا الأربعين يجب علينا أن ننظر إليه في مبتغيات الأئمة منه، لا فيما نقدره نحن إلى هذه التظاهر. الأئمة لديهم منهج، هذا المنهج يتحدث عبر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، ستغدر بك الأمة من بعدي، فإن وجدت أعوانا فقاتلهم، وإن لم تجد فاصبر حتى تجد أعوانا. كلمة حتى تجد أعوانا هي التي تلخص برامج الأئمة التي وضعت لهذه الأمة في أن تربيهم بطريقتها الخاصة، وإن كانت طويلة النفس، وإن كانت بعيدة المدى، وإن كانت تحتاج إلى زمن كبير، ولكنها بالنتيجة أصبحت تعطي ثمارا نراها بأعيننا ونتلمسها بوجداننا من دون أن يخبرنا عنها أحدا، باعتبار أننا أصبحنا لكثرة هذه النماذج نرى طبيعة الجاهزية. طبعا في قصة الجاهزية أخواني الأعزاء، أكو مرات قد يجي واحد يشكل، أنت تتحدث عن الجاهزية
ليش هذا فلان الموكب الفلاني المجموعة الفلانية الجماعة الفلانية ليش هم ذولا جاهزين مثلا عندهم النقيص الفلاني عندهم الخطأ الفلاني عندهم الرذيل الفلاني أشكال وأرنان. مرة نباوع إلى هذه القضية ومرة نقول قضية النصرة اللي مطلوبة في قبال الظالمين مو أنه إحنا نريد ناس دائما نصلي وراهم جماعة، إن الله لينصر هذا الأمر بأناس كعبدة الشمس والقمر، تاريخهم كان مو ذاك التاريخ لكنهم في ساعة المحنة وفي ساعة الرجولة وفي ساعة البطولة يبدون من الفدائية ما يمكن أن يسبق الآخر. لينصر هذا الأمر بأناس كعبدة الشمس والقمر. لذلك الظواهر السلبية مع إقراري بوجودها، ولكن يمكن أن نندفع باتجاه معالجة هذه الظواهر أو أن نستوعب هؤلاء نضمهم في داخل هذا الإطار، إطار التمهيد إلى الإمام، إطار التنبيه إلى أن إمامكم معكم في زيارة الأربعين، يتقوون بكلمة من هنا، يلتفتون بالتفاتة من هناك، مع الأيام يمكن لهم أن يوظفوا جهودهم في ساحة معركة الإمام. الإمام هنا ما راح يطلب من عندهم أن يكونون معصومين، ولا راح يطلب من عندهم أن تكون عملية الزكاوة في أنفسهم قد وصلت إلى غايتها الكبرى. كل الذي يطلبه منهم أن يقفون في ساحة معركة الحسين، ما يروحون يكثرون سواد عند الآخرين. يأتي رجل إلى الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول له: يا ابن رسول الله، أنا كنت من الذين حضروا قتل جدك قتل أبيك الحسين، لكن أنا لا رميت بسهم لا شهرت سيفي لا كذا لا كذا، ما اشتركت أصلا، أنا واقف في زاوية بعيدة عن المشهد، هل لي من توبة؟ قال: لا أدعو لك بالتوبة. السبب لأنه كثر على إمام زمانه. في المقابل واجب المنتظرين أن يكثر لإمام زمانه. هذه المجموعة اللي يمكن أن تذهب مع كل ناعق ينعق بها، هذه المجموعة اللي يمكن أن تصادرها جهود الأعداء، تسرقها جهود الأعداء، تبتزها جهود الأعداء، هذه المجاميع إذا ما تمت رعايتها يمكن أن نقول بأننا حرمنا أعداءنا من قوة يمكن أن تتحرك ضدنا. وأنتم تعلمون أننا لنا موعد مع البترية وهم من جهال هؤلاء من الذين سوف يتم سرقتهم أو تمت سرقتهم من داخل بيئة الانتظار وأخرجوا لكي يكونوا في بيئة العدو. هؤلاء سوف يكونون فتنة أمام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهم في واقع الحال من جملة المسؤوليات الآنية إلى أن يجون ذولا في آخر الزمن في زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أكو مسؤولية في أنه إحنا الآن نعيشهم، الآن نشوفهم، الآن نسمعهم، وبالنتيجة من نستطيع أن نمد له يد الهدى ونستنقذه من هؤلاء واجبنا، ومن لا نستطيع علينا أن نفرزه أمام الآخرين، نضحه أمام الآخرين ونجعل الآخر يرى أن هذا الاتجاه منحرف وذاك الاتجاه متآمر على إمام الزمان، وبالنتيجة يمكن لنا أن نعمل على تحصين الساحة بشكل أفضل وأسرع مما كان. لنا موعد إن شاء الله تعالى مع زيارة الأربعين لتنضيج جاهزية الأمة، ولنا موعد نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يرينا ذل الاستكبار وأن نرى بأم أعيننا انهيار غطرستهم وانهيار وتفتت طغيانهم، وأن تعود الشعوب المستضعفة لربها بعد أن عاثت بها هذه الدول كل فساد وكل ظلم وكل جور. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.